اسمع من الاخوان يتكلمون عن الطرح الفئوي، انا ضد الطرح الفئوي البغيض. احنا مع الوحدة الوطنية ولا نقبل ان واحد يزايد علينا، فهذا الطرح الفئوي هذا مرفوض بتاتا. ونرجو كذلك الرئيس انه ما حصل من النواب الدار الثالثة، ان ست نواب يطرحون الثقة في الوزير الجبري، انه يكونون كذلك بعيدين عن الطرح الفئوي بحيث لا احد يفهم كذلك انه فئوية، وذلك ستة يوقعون طرح الثقة في محمد الجبري. لكن اللي انا اعرفه كذلك انه كونه ستة من الدار الثالثة يوقعون طرح الثقة، فهذا انا اعتبره طبعا استجواب انتخابي وليس استجواب سياسي.